كان آخر ما ينقص العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي تخريب أنبوبي نورد ستريم المرين عبر بحر البلطيق. هذه الحادثة استنفرت دول الاتحاد الأوروبي ودفعت بالاتحاد إلى التهديد برد قوي، وألمحت بعض التصريحات الأوروبية إلى روسيا بوصفها الفاعل، غير أن موسكو نفت ضلوعها بل وعرضت المشاركة في التحقيقات. للمزيد ارحب بضيفي من موسكو الدكتور فايز حوالى المختص بالشؤون الروسيه، وكذلك ينضم الينا من اثينا الدكتور عبد اللطيف درويش استاذ الاقتصاد واداره الازمات والمخاطر في جامعه كارديف. اهلا بكما دكتور عبد اللطيف. سابدا معك، برايك وانت تتابع ما وقع لنورد ستريم، ما الذي يعزز اليقين بان عملا متعمدا وراء الاضرار التي لحقت بالانبوبين؟ تحياتي لكم المشاهدين، شكرا لكم على استضافتنا. أولا، في شهر فبراير أعلن الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي أن هذا الخط لن يستمر في العمل، وحين سأله أحد الصحفيين من أين تعرف، قال سترون. وفي شهر جولاي الشهر 7 بلغت CIA الحكومة الألمانية أن حادثا مثل هذا يمكن أن يحدث. حين نرى الحادث يجب أن نعرف من المستفيد من إخراج روسيا من لعبة أو من التعاون الأوروبي الروسي وإخراجها خارج أوروبا، من هو المستفيد من ذلك؟ طب أنت إذن تقول أو تلمح إلى احتمالية أو اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ربما وراء إلحاق الضرر بالأنبوبين. الدولة التي يمكنها أن تعمل مثل هذا العمل يجب أن تكون لديها إمكانيات تقنية عالية، دراية بالمنطقة، وهناك كل سفن الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وغواصاتها تجوب هذه المنطقة. ولأين هناك أيضا معلومات أو إشاعات تقول أنه قد يتم ضرب أيضا خط الذي يأتي من النرويج أو خطوط بحر البلطيق، فبالتالي المسألة هي جزء من عملية المضاربة وجزء من عمليات الحرب الاستخباراتية أكثر منها. طيب دكتور فايز، هل تذهب موسكو إلى حد توجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنها ستنتظر نتائج التحقيق والطلب الذي تقدمت به كي تكون طرفا في التحقيق؟ لمشاهديكم ومتابعيكم الكرام، وتحية لضيفكم الكريم. بكل تأكيد طالما تسعى روسيا الاتحادية إلى إيجاد أو الوقوف على حقيقة ما جرى ومن المسؤول عما جرى، أنا أستطيع أن أضيف على كلام الدكتور عبد اللطيف أن الحديث عن إيقاف السيل الشمالي وخاصة الثاني لم يأتي فقط على لسان الرئيس بايدن، ولكن أيضا على لسان بلينكين وزير خارجيته ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا لواند. وبالتالي يعني أن هناك تصميم من الطرف الأمريكي على قطع إمدادات الطاقة وخاصة الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي لغاية في نفس يعقوب، أنا سأتحدث عنها لاحقا. والاتهامات التي أشارت مباشرة إلى روسيا تضع سؤال يجب أن يكون منطقيا، لطالما أن الأنبوب ينطلق من روسيا الاتحادية إلى الدول الاتحاد الأوروبي وتحديدا إلى ألمانيا، ولدى روسيا الاتحادية القفل الذي تقفل به هذا الغاز، إذن لماذا تقوم بتدمير ما هو ملكها الخاص؟ أي أن هذه الأنابيب هي ملكية خاصة لروسيا الاتحادية وليست لأي طرف آخر. وهذا الأمر أيضا يمكن إيصاله إلى موضوع آخر، إذا أرادت روسيا الاتحادية كما هم يدعون أن تقوم بعمل مثل هذا العمل وأنا أعتبره إرهابي، فلماذا لم تقم بتفجير الخط الذي ينطلق عبر أوكرانيا؟
إذن هذه هي المعطيات. الآن كيف يتم ذلك؟ طبعا أمريكا كما قلت لها مصلحة الوحيدة في إضعاف الاقتصاد الأوروبي بشكل عام والألماني الذي هو المحرك الفعلي والحقيقي لكل اقتصاديات أوروبا والمتقدم تكنولوجيا، وبالتالي ما سينتج عن هذا النقص في إمدادات الطاقة والأسعار التي سوف ترتفع والتي سوف تصل قريبا جدا إلى 4000 دولار للألف متر مكعب، هذا الأمر سيجعل كثير من الشركات الألمانية وشركات تكنولوجية أن تعلن إفلاسها، وبالتالي تستطيع الدول أو الشركات الأمريكية استحواذها بتراب الفلوس كما يقال عندنا أو بأسعار رخيصة للغاية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أما لماذا لم يقصفوا الخط القادم عبر أوكرانيا؟ طبعا الجواب معروف جدا، لأن هذا الأنبوب له أهمية خاصة بالنسبة لعائلة بايدن والتي يستفيد منها ابنه من خلال ملكيتهم لهذا الأنبوب. هذا هو السبب الحقيقي. أما بالنسبة للروسيا الاتحادية فهي دعت إلى إجراء تقصي للحقائق ومعرفة السبب، وبالإضافة إلى ذلك بغض النظر عن خسارة هذا الخط حتى يتم إصلاحه، هناك غاز ضمن هذه الأنابيب قيمة هذا الغاز فقط هي 2 مليار دولار. هل روسيا الاتحادية مستعدة لإضاعة هذه المبالغ؟ أنا أعتقد الأمر مبالغ به، والأمر متعلق تماما بالهيمنة والسيطرة الكاملة من قبل الأنجلوساكسون، ولكن هناك تقاسم ما بين بريطانيا أستطيع القول وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية تريد الهيمنة والسيطرة على ألمانيا تحديدا والشركات الألمانية، بينما سيأتي الدور لاحقا على بريطانيا لنرى ماذا سوف يفعلون بفرنسا من أجل الهيمنة والسيطرة، وبالتالي تصبح في يد كل من بريطانيا وأمريكا أقوى دولتين اقتصاديا في الاتحاد الأوروبي ملك يديهما، ويصبحوا هم أصحاب هذه الشركات وليس الشعب الألماني أو الحكومات الألمانية. طيب. أو الفرنسية. طيب دكتور عبد اللطيف، عندما ذهبنا وراء هذه الفرضية احتمال دور الولايات المتحدة في التفجير والأضرار التي لحقت بالأنبوبين، وذكرت بأنه يجب أن نبحث عن المستفيد ومن لديه الإمكانيات للقيام بذلك، في المقابل ربما كذلك قد تتفق معي أن الوصول إلى بحر البلطيق عبر كالينينغراد وسانت بطرسبرغ أيضا هو سهل لروسيا كذلك. نعم، هو كل الدول التي يعني الدول الكبرى لديها قدرات تقنية، ولكن المسألة نذكر الأساس في السياسة الأمريكية، روسيا أوت أوف يوروب ونجحوا في ذلك، أمريكا إن يوروب ونجحوا في ذلك بعودتهم للسيطرة على الأوروبيين، وجيرماني داون انخفاض مستويات التنمية في إلى معدلات صفرية في درة الاقتصاد الأوروبي، أيضا حرب كانت للحيلولة دون ظهور الهوية الأوروبية من خلال الاقتراحات الفرنسية بإنشاء جيش أوروبي بديلا عن الناتو، فبالتالي عودة أمريكية بطريقة معينة. إذا تحدثنا عن من الذي يمكن يصل، يعني الروس حين غرقت قبل سنوات في نهاية الاتحاد السوفيتي غواصة روسية كانت الغواصات الأمريكية حولها في نفس المنطقة، فبالتالي الغواصات الدول الكبرى موجودة في كل مكان وإمكانها أن تصل إلى كل مكان، ولكن المصلحة الآن على سبيل المثال لا يمكن إصلاح الأنبوب إن لم يكن خلل تقني، فالمستفيد من؟ الآن يجب إفراغ كل كميات الغاز وهي أيضا كارثة بيئية حتى يتمكنوا من إصلاح الأنبوب، فبالتالي المسألة يعني واضحة الآن، ستصل الأسعار، الاقتصاد الأوروبي مهدد، اليورو الآن تحت الدولار، فمن المستفيد من تدمير هذا الاقتصاد أو التعاون الأوروبي الروسي؟
بالتأكيد من هم يريدون روسيا أوت أوف يوروب، وهذه هي المسألة الأساسية. طب لكن دكتور عبد اللطيف، لماذا لا تكون لروسيا مصلحة في ذلك لتضييق الخناق على الاقتصاد الأوروبي تحديدا الألماني؟ صحيح أنها في تعطيل هذا الخط ستخسر، ستكون هناك خسارة كبيرة لمصدر كبير للإيرادات لروسيا، إضافة ناهيك عن الاستثمارات بمليارات الدولارات. قد تتضرر روسيا على المدى الطويل، لكن أوروبا ستعاني شتاء قاسيا وصعبا. ومن الذي يمنع روسيا؟ روسيا دولة نووية، من الذي يمنع روسيا بأن تتوقف عن تصدير الغاز؟ نحن دول أضعف من روسيا، وفي 73 قطعت دول الخليج وهي أضعف من روسيا النفط عن أوروبا. ما الذي فعلوه؟ لا شيء سوى اغتيال الملك فيصل طبعا. ولكن المسألة هنا أن لا يمكن أن يكون مصلحة لروسيا من تدمير ذلك. روسيا قادرة على إغلاق الأنبوب، ولا أحد يستطيع إجبار روسيا. على العكس، روسيا أقل يعني سيست العملية الاقتصادية في التعاون مع الأوروبيين أقل بكثير من الأوروبيين والأمريكان، هم الذي أخذوا منح العقوبات. وروسيا حتى اللحظة لم تغلق ولم توقف كل إمدادات النفط والغاز، حتى السفن التي تخرج بأعلام إفريقية ذاهبة بطريقة ما ليبيرية وما شبه ذلك وأسماء شركات وهمية وتذهب إلى أوروبا، روسيا على علم بذلك، أنها روسيا مستفيدة، حتى الروبل أصبح عملة عالمية متداول بها، فبالتالي المستفيد هي الولايات المتحدة الأمريكية. إن لم يكن خلل فني فأنا يعني حتى من خلال المعلومة التي جاءوا بها إلى الحكومة الألمانية. طيب، خلل فني، ذكرت هذا الأمر دكتور فايز، نسبة أن تكون ربما سوء الصيانة هي التي تسببت بإلحاق الأضرار بالنورد ستريم. طبعا هذه فرضية مستبعدة على الإطلاق. لماذا؟ لأن من يعلم ما هي التكنولوجيا التي يتم من خلالها مد هذه الأنابيب، فللعلم فقط أن هذه الأنابيب هي مغلفة حتى بكتل إسمنتية، ويضاف إليها أيضا الصخور من أجل عدم تحركها في المياه، وبالتالي فإن حتى أن تكون قد اصطدمت بها غواصة أو أي شيء آخر، هذا الأمر مفروغ منه على الإطلاق. أما بالنسبة لمتابعة حديثكم، مثلا على سبيل المثال، أنتم تعلمون والعالم كله يعلم أن هناك ما يسمى بالسيل التركي للغاز الروسي طبعا، والذي يتجه إلى تركيا، وهو من إنبوبين متوازيين، الأول يذهب إلى تركيا والثاني يغذي أوروبا الجنوبية عبر تركيا. فهذا الأمر يعني أنه لو أرادت روسيا كما ذكر ضيفكم الكريم الدكتور عبد اللطيف، فالأنبوب في يدها تقطعه مدى تشاء، ولكن هي تحاول ولم تستخدم إلى هذه اللحظة الطاقة كسلاح. يعني على سبيل المثال، الكل يشك اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي وراء هذا العمل الإرهابي. هل تم الإعلان عن إيقاف توريد اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأقصد هنا اليورانيوم الروسي. طبعاً لا، لأن لدى روسيا الاتحادية عدم الرغبة في أن تكون مثل هذه الأشياء هي شرارة للحرب العالمية الجديدة، لا أقول الثالثة بدأت، ولكن في مراحل متطورة سوف تكون حرب عالمية جديدة. هل لدى روسيا الاتحادية إمكانية بالكشف عن من قام بهذا العمل الإرهابي؟ طبعا لديها، وهناك احتمالان، أو أنهم مشتركان فيما بينهما وهي بولونيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يوحي بذلك أو يتحدث عن ذلك بشكل مفضوح أو بشكل علني، وكل ذلك ناتج عن الضغوطات الأمريكية التي تمارس على حكومات هذه الدول. وبالتالي يعني الموضوع هو أكبر من ذلك بكثير. اليوم أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر الأفعال الانتقامية والتي سوف تأتي، لا أعرف من أين، لنرى من أين سوف تأتي. يعني على سبيل المثال، إحدى هذه العمليات، ماذا لو انقطع الكابل كابل الانترنت بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا سوف يحصل بالعالم؟ نعم، لا يستطيعون على الإطلاق
أن يعوضوا ذلك. أما بالنسبة للغاز استخدموا عملية إرهابية وفجروا هذا الأنبوب ويحتاج إلى فترة. نعم يعني نعم لكن حتى الآن دكتور فايز هذه فرضيات، يعني بانتظار أن يكون هناك دليل ملموس يحدد طبيعة العملية التي وقعت ومن يقف وراءها. نحن نبحث في الفرضية. أنا أعتقد بأن لا أحدا يرغب في الوصول إلى الحقيقة كسابقاتها من كل الحوادث. مثلا إسقاط الطائرة الماليزية فوق منطقة دنباس، أين هم؟ لا أحد يريد. مقتل الصحفية شيرين أبو عاقل، الكل يعلم من قتلها، ولكن لا أحد يريد الوصول إلى الحقيقة. الحقيقة معروفة، ومن يقف وراء هذا العمل الإرهابي أيضا معروف، ولكن لنرى ماذا سوف يحدث، أي ماذا بعد. طيب ماذا بعد؟ دكتور عبد اللطيف درويش، ذكر دكتور فايز موضوع كيبلات الاتصالات الانترنت، برأيك هل باتت البنية التحتية الحيوية ربما هدفا محتملا؟ يجب أن تستعد أوروبا لتهديدات أو لمواجهة تهديدات لا يمكن تصورها مسبقا، الأنابيب وكيبلات الاتصالات وكذلك المنصات البحرية اليوم معرضة للخطر. بالتأكيد في حالة يعني حصول تطور خطير، وهو الآن نحن يعني نبحث يعني نسير من الأزمة إلى الكارثة أو مستويات عالية من الكارثة، لا يحدث العالم كارثة اقتصادية اجتماعية سياسية عسكرية. أعتقد أن للأسف كل القوى تدفع بهذا الاتجاه ولا تسعى لمحاصرة الموضوع. الذي يحدث، نعم سيكون هناك عمليات انتقام، حتى بعد ضرب الغواصة البارجة الروسية كانت هناك عملية انتقامية لم يتحدث الإعلام عنها باتجاه ما يشابهها في الأسطول الأمريكي. لكن هي المسألة لنرى أين سيذهب الانتقام. إنما البنية التحتية العالمية نعم ستكون مهددة. الحديث عن الحرب النجوم والحرب الفضائية هو جزء من عملية الانتقام والانتقام المتبادل. الخوف الآن من تعطيل الأقمار الصناعية، الحجب الرؤية في موضوع الأقمار الصناعية، الحرب أيضا باتجاه القرصنة على الغيوم وخلق مجال وما شابه ذلك. فالمسألة نحن نسير في وضع خطير، وأعتقد أن على الدول أن تجد طريقة لمحاصرة الأزمة، لا الذهاب إلى دفع الأمور أكثر وأكثر باتجاه يعني حتى سيكون العالم يعني إن الله يرث الأرض ومن عليها، لن يكون علي ومن عليها وما عليها فقط، أن البشرية ستنفى في هذه الحالة. نعم. طب دكتور فايز، كيف تقرأ أن هذه التسريبات والتلميحات تتزامن مع الاستفتاءات التي أقامتها روسيا في 4 مناطق أوكرانية، وكذلك مع افتتاح خط لنقل الغاز ما بين النرويج وبولندا؟ طبعا هي رب صدفة، ولكن التوقيت طبعا يعمل ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والأنجلو ساكسونيين الذين يعتقدون بأنهم سوف ينتصرون في نهاية المطاف في أوكرانيا ويجبرون روسيا الاتحادية على وقف عملياتها العسكرية الخاصة، وهذا الأمر لن يكون على الإطلاق. وحتى إذا ما أخذنا على سبيل المثال التصريحات الأخيرة التي صدرت بعد إعلان نتائج الاستفتاءات من قبل الدول الغربية، لنجد أن التصريحات الأمريكية وعلى لسان الخارجية الأمريكية تقول بأنها أعطت السماح لحكومة زيلينسكي باستخدام كل ما هو متاح لديه لقصف الأراضي التي يعتبرها أوكرانية. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه المناطق الأربعة التي انضمت يضاف إليها شبه جزيرة القرم. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن اعتداء مباشرا على أراضي روسيا الاتحادية، وروسيا الاتحادية لطالما صرحت وبشكل دائم وعلى لسان كل المسؤولين من الرئيس بوتين إلى الخارجية إلى وزارة الدفاع أن هناك في حال تعرض الأمن القومي الروسي للخطر فلديهم الإمكانية ولديهم الواجب باستخدام كل ما هو متاح لديهم من أسلحة، ومن ضمنها أيضا الأسلحة النووية. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بزيلينسكي الذي أصبح يملك ولا يحكم؟
كل قراراته صادرة بورقة تأتيه إما من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أو من بريطانيا، وبالتالي هم لهم مصلحة في موضوع استفزازات لروسيا ومحاولتهم تشويه سمعة روسيا ودفع روسيا الاتحادية لاستخدام والتي الأسلحة النووية، وهم يقولون الأسلحة التكتيكية، أي ساد المجال المحدود من الفعالية. ما هي النتيجة؟ النتيجة في نهاية المطاف روسيا الاتحادية تعلم جيدا أن أي استخدام للسلاح النووي على أراضي أوكرانيا سوف ينعكس بالدرجة الأولى على روسيا الاتحادية، لأنه لن تكون هناك حياة على هذه الأرض سواء كانت هذه القنبلة تكتيكية أو استراتيجية أو ما إلى غير ذلك. لذلك الروس عندما يقولون بذلك، أنا أعتقد بأنهم يقصدون بالمباشر مراكز صناعة القرار، وهذا المصطلح تكرر في الفترة الأخيرة على لسان كل المسؤولين. أين هو مصدر صناعة القرار؟ ليس في أوكرانيا سقط تماما، إنه بالدرجة الأولى في بولندا، في الدرجة الثانية في واشنطن، وفي الدرجة الثالثة في لندن. إذن هي هذه المناطق التي في حال تعرض الأمن القومي لروسيا الاتحادية أو سكان الروس لأي مخاطر، أو أن روسيا تعرضت لموضوع معين لا تستطيع أن تجابهه بما هو متاح لها إلى هذه اللحظة من الأسلحة التي تمتلكها والتي لم تمتلك عن كلها، فإنها سوف تستخدم، أو في حال تم استخدام السلاح النووي ضدها. يعني مثلا هناك قنبلة موقوتة اليوم في محطة زاباروجيه، وأنا قلت قبل ذلك وأكرر اليوم، الهدف للولايات المتحدة الأمريكية هو شراء هذه المحطة النووية. ماذا؟ لماذا؟ لكن في المقابل يا دكتور فايز، يعني العالم ربما بأسره يحمل روسيا مسؤولية هذه الأوضاع والمواجهة مع الغرب، لولا تلك العملية التي سماها عملية والضم الأخير وهذا الاستفتاء لما تدهورت الأمور بهذا الاتجاه أكثر. أنا أشكرك من موسكو. لا أوفقكم، اسمحوا لي. أنا أنقل لك وجهة نظر، أنا أنقل لك كافة الدول اعتبرت هذا الاستفتاء مهزلة ومضحكة وفي انتهاء صارخ لقرارات الأمم وميثاق الأمم المتحدة. دكتور فايز حوالي المختص بالشؤون الروسية، أنا أشكرك، وكذلك أشكر ضيفي من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والمخاطر في جامعة كارديف. شكرا لكما.